بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى مصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها وعلى ذوينا وأحبابنا وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. ربي تمن بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. ثم الحديث السابع من الشمائل المحمدية أرويه. بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه قال حدثنا أحمد بن عبدة اللبي البصري رضي الله عنه وعلي بن حجر رضي الله عنه وأبو جعفر محمد بن الحسين رضي الله عنه وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس رضي الله عنه أن عمر بن عبد الله مولى غفرة رضي الله عنه قال حدثني إبراهيم بن محمد رضي الله عنهما من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المغطي ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطخم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتدي أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحت في صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول نعيته لم أرى قبله ولا بعده مثله. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان إذا وصف يقول ماذا يقول؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المغطي. المغطي يعني المتناهي في الطول. سبق في رواية أخرى أو نعم ليس بالطويل البائن هكذا سبق البائن هذا أيضا بمعناه بالطويل المغطي يعني المتناهي في الطول الذاهب في الطول ليس الذاهب في الطول ولا بالقصير المتردد متردد يعني قصير جدا المتناهي في القصر
تردد معناه تردد بعله في بعله تردد بعل أعلائه في بعله فيكون كالصبي لو تردد بعل أعلائه في بعله في بعلها بعل أعلائه في بعلها يكون كالصبي هذا الذي قال ليس بالقصير المتردد بل يعني وكان ربعة من القوم ربعة يعني المتوسط في الطول والقصر ما سبق يعني كان يطول الناس يطول الناس يعني لو كان في مجلس يكون يعني كتفه أرفع من كتفنا من أكتاف الناس هكذا كذلك لو تماشى معه طويلان يطولهما نعم يرتفع قليلا نعم هذا من علامات الرياسة نعم ثم كان ربعة من القوم سيأتي كان أطول من المربوع سيأتي في رواية النهر كان أطول من المربوع فإذا عندما يكون متوسط بين الطول والقصر هل يكون قربه إلى الطول أو إلى القصر يكون قربه إلى الطول يعني ربعة تقريبا إذن لو قدرنا يعني الوسط وسط بين يعني الطول والقصر فإلى الطول يميله معنى ما سيأتي أطول من المربوع ليس بينهما تنافي ثم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبت والذي سبق يعني وصف قامته وهذا وصف شعره كيف كان ما كان بالجعد ما كان فيه الجعودة يعني الالتواء التواء يعني الكبير لذلك قال القطط لو كان إعوجاج يعني إعوجاجا كبيرا يكون قطط لكن ما كان هكذا بل يكون في شعره شيء من الالتواء التفني ولا بالسبط سبط يعني سبق معناه في حديث آخر يعني ما كان شعره مسترسلا لا يكون فيه التواء تثن اعوجاج أصلا ليس كذلك بل شيء نعم كان جعدا رجلا هذا معناه كان جعدا رجلا يعني مسترسلا متوسطا هكذا شيء من الجعد جعودتي ولم يكن بالمتخم ولا بالمكلثم من هنا وصف يعني وجهه ما كان متخم يعني ما كان مندفخا كثير اللحم ما كان وجهه مندفخا بكثرة اللحم ولا بالمكلثم يعني ما كان وجهه على التدوير التام ما كان وجهه على التدوير التام بل كان يعني فيه نوع من التدوير ومعه طول هذا هو أحسن شكل الوجه نعم هذا الذي قال كان في وجهه تدوير ثم أبيض ثم وصف لونه كيف كان أبيض مشرب مشرب يعني خليط بشيء من الحمرة أدعج العينين أهدب الأشفار أدعج العينين يعني شديد سواد العين في شدة بيال في شدة بيالهما إذن هذا يكون جميل شدة الحدقة حدقة شدة سواد حدقة العين ومع ذلك بيال العين أيضا شديد هذا جميل جدا أدعج العينين أهدب الأشفار أهدب يعني هذا الأشفار يعني أجفان هذه الشعر الذي ينبت في طرف غطاء العين إذن هذا يكون أهدب يعني أطول يكون أطول يعني ليس طولا مفرطا
يعني معنى أطول أنه ما كان قصيرا. نعم، ما كان قصيرا الأشفار يعني شعر الجفان. ثم جليل المشاش والكتدي، المشاش يعني مجتمع الأعظم، الكوع، الركبة وهكذا، المرفق، هذا يكون جليل يعني هذا قوي، عليم، هذا يعني كما ذكرنا أمس في شثن الكفين والقدمين، دليل القوة وشدة البطش والأخذ، هكذا يدل. جليل المشاش والكتب، الكتد يعني مجتمع الكتف، ثم كتفين، أجرد ذو مسربة، أجرد، ثم بعد ذلك بعد وصف لونه وصف عينيه، ثم وصف يعني هدبه، بعده وصف يعني مجتمع الأعظم، ثم يصف يعني جلده، كيف جلده، بشرته، أجرد يعني كان متجردا عن الشعر، ما كان في جلده، في جلده وبشرته عموما الشعر، أجرد. لكن يوجد في بعض المواضيع هذا الذي يقول ذو مسربة، نعم ذو مسربة، مسربة يعني هذا الشعر الذي يطول من الصدر إلى التحت، يعني إلى السرة، هذا مسربة، نعم هكذا يكون هناك كالخط، هكذا شعر كالخط، وكذلك كان على الثديين كما سيأتي. ثم مسربة شثن الكفين والقدمين، نعم شثن الكفين والقدمين يعني لخم، عليم، نعم غليظ، يعني علمهما، علم الكفين، علم القدمين، هذا ملاح الجلد ليس كذلك، الجلد يعني كان لينا. إذا مشى تقلع كأنما ينحت في صبب، كأن ينحت في منحدر، تقلع يعني كأنه يقلع القدمين من الأرض، يأخذ بسرعة بسرعة. ثم بعد ذلك سيأتي يعني هذا صفة رفع القدم، إذا مشى تقلع، هذا صفة رفع قدمه عند المشي. سيأتي يعني في حديث آخر صفة ولع قدمه، هذا يكون مع هدوء، لا يكون بشدة و يعني دق، بل يكون الولع يعني بهدوء، أما القلع الرفع يكون كالقلع. ثم يكون ما بين القدمين يعني طويل كما سيأتي. ثم وإذا التفت التفت معا، يعني لو التفت التفت معا، ما معناه الظاهر هو أنه لا يلتفت بعنقه يمنة ويسرة، بل يلتفت بصدره وجميع جسده، لو أراد أن ينظر ويلتفت إلى اليمين هذا يعني ينصرف بجميع جسده إلى جهة اليمين، كذلك إلى جهة الشمال، هذا هو الظاهر. لكن هذا إبراهيم الباجوري ذكر في حاشيته على الشمائل، نعم هذا مقيد بأنه إذا أراد أن يلتفت إلى الوراء لا يلتفت بعنقه، أما إذا أراد الالتفات، إذا التفت إلى يمينه أو شماله يلتفت بعنقه، لو أراد أن يلتفت إلى الوراء هو يلتفت بجميع جسده، نعم هذا من أوصاف الكرماء، نعم هكذا. وإلا يكون مشقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ولمن يخاطبه أيضا، لأجل ذلك يلتفت بتمام جسده، هذا هو عسن. بين كتفيه خاتم النبوة وخاتم النبيين، خاتم النبوة يعني قطعة لحم كانت
مختومة بين الكتفين من وراء ظهره. هو خاتم النبيين، فهذا خاتم النبوة، سيأتي فصل في خاتم النبوة. هذا قطعة لهم، يعني كانت هناك ملصقة، هي آية خاتم النبوة. وهو خاتم النبيين، ثم أجود الناس صدرا، هو خاتم النبيين، لذلك لا نبي بعده. نعم. إذن لو ادعى بعده النبوة، لو ادعى أحد بعده النبوة وهو كاذب يقينا، لا يطلب الدليل أيضا منه، لماذا؟ هو كاذب يقينا. نعم. خاتم النبيين أجود الناس صدرا، يعني قلبا، أجود الناس من الجود أو من الجودة، لو كان من الجودة يكون كيف يكون جودة أجودية قلبه بإخراج يعني قطعة وحل الشيطان من قلبه بشيء عند شق الصدر، عند شق الصدر جبريل عليه السلام شق صدره 4 مرات، يعني في الصغر عند حليمة السعدية رضي الله عنها، ثم حينما كان ابن 10 سنين، ثم يعني عندما كان في غار حراء، ثم عند الإسراء، هكذا 4 مرات ثبتت كما قال ابن حجر رحمه الله في حاشيته أشرف الوصايا. نعم. ثم قال يعني يحكى شق صدر مرة خامسة ولم يثبت، هكذا قال. نعم. فإذن ثم بعد ذلك ذكر حكمة لخلق هذه القطعة في قلبه، هو حل الشيطان. إذن لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ إتماما لخلقته البشرية، إتماما لخلقته البشرية خلقها الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أخرجها إتماما لتطهيره. ما شاء الله، حكمة ربانية. نعم. فإذا تأخره تطهيرا، إتماما للتطهير، هكذا أخرج. نعم. ثم أجود الناس صدرا، يعني قلبا، أصدق الناس لهجة، لهجة يعني لسانا، إذا لهجته كانت يعني أصدق، إذا هو يتكلم بوضوح، يخرج الحروف من مخارجها بكل وضاحة، وهكذا ورد في فضل كلامه، يأخذ أن كلامه أن حديثه يأخذ بمجامع قلوب الناس، كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ بمجامع قلوب الناس. لماذا؟ لجمال لسانه ولهجته ونطقه كلها جميل. نعم. ثم وعلنهم عريكة، عريكة يعني طبيعة. فإذا الإشارة حسنة، ولين الخلق كذلك يحسن إلى الجميع، ثم كريم، هذا معنى علنهم عريكة يعني طبيعة، أكرمهم عشيرة، هكذا في نسخة عشيرة، في رواية أخرى عشرة يعني المعاشرة، عشيرة يعني قبيلة. نعم. كلاهما صحيح. من رآه بديهة هابه، يعني خافه، من رآه صلى الله عليه وسلم بديهة يعني فجاءة، لو رآه فجاءة يخافه بسبب تمام الوقار والهيبة في وجهه. نعم. ثم من خالته معرفة أحبه، هكذا ما رآه وجاهة، بل هكذا رآه ثم بعد ذلك خالته خلطة حتى عرف أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحبه. لماذا؟ هو لين، علينه مريكة، أكرمه عشرة، هكذا
أجود الناس صدرا أصدق الناس لهجة لأجل كل هذه الأمور يحبه محبة بالغة. نعم، كما بينت أمس اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم جميع المحاسن الخلقية والخلقية. نعم، إذن هذان باعثان، باعثان للمحبة، إذن يحبه. نعم، ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته. من الذي ناعته؟ هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه واصفه، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حق، ليس في هذا القول مبالغة بل هذا حق. قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين رضي الله عنه يقول: سمعت الأسمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا. إذن هذا شرح لبعض المفردات الواردة في هذا الحديث الماضي، يرويه الإمام الترمذي رحمه الله عن شيخه أبي جعفر محمد بن الحسين الذي رواه هذا الحديث من بين الثلاثة الذين رووه في السند الماضي. نعم، وهذا الشيخ يروي هذا هذه شرح المفردات، معاني المفردات عمن؟ عن الأسمعي. الممغط ما معناه؟ الممغط الذاهب طولا، يعني ذكر في الحديث ليس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط. ممغط يعني الذاهب طولا، المتناهي بالطول. نعم، ثم قال: وسمعت عربيا يقول. من قال هذا؟ أسمعي يقول: وسمعت عربيا يقول في كلام تمغط في نشابته. النشابة السهم. تمغط في نشابته يعني مدها مدا شديدا، مد سهمه مدا شديدا. فإذا تمغط هذا المغط يعني المد، إذن هذا ممغط أيضا. أصل مادتهما واحد وإن اختلف وزناهما، أحدهما من فعل والآخر من تفعل. نعم، يعني تقارب في المعنيين في اللفظ والمعنى. نعم، هذا دليلا لتفسير الممغط بالذاهب طويلا تأييدا له قال هذا. ثم المتردد، متردد يعني الداخل بعضه في بعض قصرا. نعم، إذن يظهر كأنه صبي. نعم، ليس كذلك. أما القطط فالشديد الجعودة. نعم، جعد القطط يعني ما كان جعدا قطط يعني ما كان جعودة شعره شديدا. ثم الرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليل. جحونة يعني التواء، تثن هذا قليل فقط. أما المطخم فالبادن الكثير اللحم. مطخم يعني هذا ورد في وصف وجهه، لم يكن بالمطخم ولا بالمكلثم. مطهم يعني ليس مندفخ وجهه بكثرة لحمه. البادن يعني كبير البدن كثير اللحم. مكلثم المدور الوجه، يعني لو كان تدوير تام يقال مكلثم، ليس كذلك. ما المشرب الذي في بياضه حمرة. الأدعج شديد سواد العين. أدعج العينين يعني شديد سواد العينين. اللهدب الطويل الأشفار. أهدب الأشفار يعني طويل الأشفار. طويل يعني ليس طولا مفرطا بل معناه ليس بقصير. الكتد، كتد يعني مجتمع الكفين، وهو الكاهل. نعم، مجتمع الكفين هذا الكاهل. نعم، هذا جليل المشاش والكتد، يعني عليم المشاش والكتد. كتد يعني
مجتمع الكتفين. نعم. الكاهل كان جليلا عليما يدل على القوة. نعم. ثم والمشربة، مشربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قليب من الصدر إلى السرة. قليبان قيل في معناه كثير، بعض قال هذا قليبان مثل عود، عود. بعض قال قليبان السيف. نعم، سيف دقيق هكذا من الصدر إلى السرة. نعم، هذا من أعلى الصدر. نعم. ثم الشتن الغليل الأصابع من الكفين والقدمين، بينا شرحنا سابقا التقلع أن يمشي بقوة. نعم، يقلع يعني يرفع الرجلين عند المشي كأنه يقلعهما من الأرض، مشي بقوة. السبب الحضور، الحضور يعني المرتفع. تقول إن حضرنا في صبوب، في صبوب وصبب، هكذا يقال صبوب صبب حضور. قوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب. جليل المشاش والكتدي هكذا قال، المشاش يعني مجتمع الأعلم هكذا، إذن رؤوس المنكب مجتمع الأعلم. ثم العشرة والصحبة، العشير الصاحب، والبديهة والمفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فاجأته. هذا شرح مفردات ملت في الحديث الماضي. نعم. ثم الحديث الذي وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع رضي الله عنه قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي رضي الله عنه إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله يعني بن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلؤلؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع أقصر من المشذب، عليم نهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقا وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب، سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغلب، أقن العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشما، كثل اللحية سهل الخدين لليع الفم مفلج الأسنان دقيق المصربة كأن عنق جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريل الصدر بعيد ما بين المنقبين لخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بثغر يجري بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنقبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قل أن يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحت من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافل الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. هذا يسمع الحديث شرحه حدثنا سفيان بن وكيع. نعم.
عن جميع الإجلي إملاء أن يعني هو عمل عليه على سفيان من كتابه. لماذا؟ ماذا لزيادة التثبت والتأكد من لفظه. وقرأ هذا إملاء. نعم. قال من هذا جميع إملاء قال الإملاء يعني التلقين للكتابة. فإذن ألقى لهم لأجل الكتابة. فإذن يكون هذا بسرعة الكتابة فقط، وينتظر بين الكلام شيئا شيئا حتى يكتب هكذا. هذا هو هيئة الإملاء. أخبرني رجل جميع رضي الله عنه قال أخبرني رجل. من هذا الرجل؟ من بني تميم. رجل من بني تميم، هو من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها. نعم، خديجة رضي الله عنها تزوجت لرجلين قبل زواجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا تزوجت ثم تزوجت ثم تزوجت ثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يكنى هذا الرجل، يكنى ليس الزوج، يكنى هذا يكنى صفة لرجل، يكنى أبا عبد الله مع ابن لأبي هالة. هذا رجل أخبرني أمن عن ابن لأبي هالة، أبو هالة من زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن الحسن بن علي، هو يروي عن حسن بن علي قال سألت خالي، حسن بن علي سأل خاله هند ابن أبي هالة. هند هنا اسم رجل، هذا هند يسمى به رجل وامرأة، هنا اسم رجل هند ابن أبي هالة. وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الوصف. نعم، متى يستطيع أن يكسر الوصف؟ لو راقب أوصافه صلى الله عليه وسلم بدقة عندئذ يكون وصافا. نعم، يعني كان يراقب أوصافه صلى الله عليه وسلم بدقة. ثم عن حلية رسول الله، حلية يعني هيئة شكل، وصافا عن هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكله. وأنا أشتهي أن يصف لي، أن يصف هذا هند يصف لي منها يعني من حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، شيئا قليلا، شيئا كثيرا، هو شيئا كثيرا. ثم لماذا أتعلق به؟ هذا حسن بن علي رضي الله عنه أراد أن يصف له من حليته شيئا كثيرا. يتعلق به معناه يحفظه، يتعلق به يحفظه هذه الأوصاف. فقال من هذه هند رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. نعم، فخما مخفما، فخما معناه عليما في نفسه. اجتمعت في نفسه صلى الله عليه وسلم أوصاف العظمة كلها، أوصاف الجلالة كلها. هذا هو كان فخما مفخما أيضا يعني معلما. الشراح بينوا أن المتكبر لو أراد ألا يعلمه لا يستطيع، بل يعلمه إجبارا. هذا معنى قوله معلم. نعم، كل يعلمه حتى المتكبر يعلمه طبيعة يعني إجبارا، إجبارا نعم، ضرورة يعلمه. يتلألأ وجهه تلؤلؤ القمر ليلة البدر. نعم، أكثر التشبيه بالبدر، مع أن النور للشمس أشد، لكن هذا نور الشمس ليس يعني مشبها به في الجمال كثيرا. لماذا؟ لا يمكن أو لا يستطاع أن ينظر إليه إلى الشمس. إذا اشتد نوره لا يمكن أن ينظر. أما هذا يعني البدر، ليلة البدر القمر ليس كذلك، يكون ضوءه عما
يكون واضحا لا يخفى على أحد يمكن لكل أحد أن ينظر ويتلذذ بجماله. ذلك هذا لا يضر أيضا مثل ضوء الشمس، ضوء الشمس إذا اشتد يعني يكون حارا يضر بالحرارة. ثم أطول من المربوع، هذا الذي أشرت إليه سابقا، أطول من المربوع، يعني لو قدرنا الطول والقصر بينهما وسط، فإذا يكون يعني قليلا إلى الأطول قريب. نعم هكذا. إن انفرقت عقيسته، فإذا أولا وصفه يعني في جسده عموما، ثم وصف نور وجهه، ثم وصف قامته أطول من المربوع بعده، وأقصر من المشدب. مشدب يعني الذاهب في الطول، المفرط في الطول، ليس كذلك بل أقصر منه. عليم الهامة، هامة يعني هامة الرأس، فإذن عليم الرأس معناه ليس يعني صغير الرأس، صغر الرأس عيب، هذا يعني مقارنة، ليس معناه أن رأسه كان كبيرا مفرطا منتفخا، لا، بل كان ما كان صغير الهامة بل عليم الهامة. حكمته بينت، يعني هناك يكون يعني الكمال الدماغي. نعم هذا دليل. الرجل الشعري، هذا وصف يعني شعره. ثم إن انفرقت عقيقة فرقا، عقيقة أراد أريد به يعني شعر الناصية، شعر الناصية هو الذي يفرق إلى الجانبين هكذا، أو يعني يلقى على يسدل على الجبين هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهما، إما يسبل على جبينه أو يفرقهما. إن انفرقت عقيسته، فإذا هذا مطاوعة لفرقة، كيف تنفرق عقيقته يعني شعر ناصيته؟ بسبب يعني الغسل وأمثاله. نعم هكذا انفرقت، فإذا يفرقها إلى الجانبين، وإلا فلا، وإن لم تنفرق لا يفرقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا يكون إسدال، هذا شعر الناسية يعني يتدلى إلى الجبين هكذا، يكون إلى الجبين. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، يعني إذا هو وفره، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع شعره، كيف يكون هذا يجاوز شحمة أذنيه؟ هذا كما سبق، يكون شعره بين شحمة أذنيه وبين كتفه هكذا يتدلى. نعم لو سقط على كتفه هو يقص. نعم أزهر اللون، لونه أبيض مشوب بالحمرة، واسع الجبين يعني واضح، واسع الجبين، فإذا شعر رأسه لم ينبت على جبينه وجبهته بل واسع يعني عريض طويل هكذا، ما هذا يدل على قوة العقل. نعم أزج الحواجب، حاجب يعني يكون يقبس مثل القوس، يكون هناك التواء مثل القوس حاجب. سوابغ، سوابغ يعني كثير الشعر كوامل، كن شعره يعني حاجب ما كان خفيف الشعر بل ثخين يعني كثيف الشعر، هذا سوابغ كوامل. من غير قرن، من غير قرن معناه قرن هذا الاتصال بينهما، لم يتصل بل هنا يعني يكون كاملا وفيرا. ومن غير قرن، القرن اتصال الحواجب، إذن بحيث يلتقي طرفاهما، وهو من المعايب يكرهه العرب، لذلك كان هنا يعني فصل. نعم ثم واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يضره الغلب. نعم يمتلئ غلبا يعني بين الحاجبين،
لو غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر غلبه في هذا الجانب يعني في هذا اليرق، هذا يرق يندفخ، لذلك قال يدره الغضب يعني يمتلئ غضبا. أقن العرنين، أقن العرنين، عرنين يعني الأنف، أريد به الأنف، عرن يعني هذا أسفل الأنف، أقنع هو طول الأنف مع تقوس في وسطه إلى أعلى، أن يكون هناك يعني ارتفاع في وسطه إلى الأعلى ليس إلى الأسفل، هكذا كان أقنع العرنين. نعم. له نور يعلوه، يعني في وجهه نور يعلوه يعني يظهر، يحسبه من لم يتأمله أشما. أقنع العرنين له نور يعلوه، له نور يعلوه، هذا بعض الشراح أرجع الضمير إلى العرنين، نعم، وهذا باعتبار التعبير والسياق يعني قريب، نعم، بعض نرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له يعني للعرنين يعني للأنف، نور يعلوه، يعني يتلألأ هذا الأنف من هذا النور، يحسبه من لم يتأمل يعني من لم يفكر في لبط وصف أنفه، ماذا يحسبه أنه أشم، لكن هو ليس أشم، الشمم هو ما معناه، يعني طول الأنف وارتفاع في قصبته مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة قليلا، فهذا عيب. أما الذي سبق أقنع العرنين هذا يعني وصف جيد، هذا ارتفاع في قصبته مع استواء أعلاه، والذي سبق ليس مع استواء أعلاه، بل هناك يعني تقوس في وسطه إلى أعلى، وهذا استواء ثم ارتفاع في القصبة، هذا ليس شم، ثم بعده بل أقنع فقط، شمم عيب، قنا ليس بعيب، ثم كث لحيتي، لحيته كذلك سائر شعر جسده صلى الله عليه وسلم كثتا كثيفا، سهل الخدين، سهل الخدين يعني قال سائل الخدين، يقال سائل الخدين، معناه ليس مندفخا ولا منحدرا، الخد ليس منحدرا إلى الجوف ولا مندفخا إلى الخارج، بل كان يعني مستويا، هذا سهل الخدين، ضليع الفم يعني عليم الفم، واسع الفم، ضليع الفم، فم معناه واسع الفم، إذن هذه الوسعة تدل على فصاحة الرجل عند العرب، يعني هذا يكون واسعا، لو كان ضيق إذن هناك ممكن خلل في النطق والكلام هكذا، أيضا ثم ضليع الفم، مفلج الأسنان، مفلج الأسنان يعني ليست أسنانه متراصية متراصة متراصة، بل يعني منفرج، يكون يعني كل سن منفرج عن الآخر، ليس انفراج كبير، بل ليس هناك تراص مع الالتصاق، هذا اجتماع شديد، لا، ثم دقيق المسربة، المسربة يعني هذا الشعر كان دقيقا، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، هذا وصف عنقه جيد الدمية، الدمية يعني تمثال، صنع من أي شيء؟ من فضة، في صفاء الفضة يعني في نور الفضة، كأن عنقه يعني يتلألأ مثل الفضة، يكون قويا، لو كان دمية جيد الدمية، دمية يعني عنق الدمية يكون هكذا قويا.
مرحبا مرحبا بالقائلين، اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، كنا بصدد شرح الحديث الثامن، وصلنا الى وسطه أين معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر. نعم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق، معتدل الخلق يعني في خلق أعضائه، شكلها هيئتها كلها معتدل، ليس فيه تفريط ولا إفراط، زيادة طول أو زيادة اندفاخ أو زيادة لحم أو ليس هناك أي زيادة من نقص، كل يكون معتدل متوسط. بادن، بادن يعني كثير اللحم، لكن متماسك. لو كان مفرط اللحم يكون عيبا، لكن كذلك النحيف أيضا، النحافة أيضا عيبا. بادن يعني ليس نحيفا ولا يعني متكسر اللحم، بالغ اللحم، بل هذا بادن. مع ذلك متماسك يعني هذا تناسب بين الأعضاء، يتماسك بعضه بعضا، هذا يعني معتدل، تماسك يعني أوصاف قريبة. البادن السمين سمنا معتدلا غير مفرط. نعم. وصف بدانته بأنها ليست فاحشة فقال متماسك اللحم غير مترخل. يعني لو كان مفرط اللحم، يتدلى اللحم من جوانب، هكذا من جوانب البدن، العدود هذا يعني الساق الفخذ هكذا يتدلى، لكن هذا ليس كذلك، بل تماسك بعضه مع بعض يكون قويا. ثم سواء البطن والصدر، يعني لم يندفخ بطنه ولم يتقدم بطنه، بل هو سواء هناك مستوي، بطنه يساوي الصدر. نعم. عريض الصدر كما سبق، يعني بعيدة، وكما سيأتي بعيدة ما بين المنكبين، فإذا نكون عريض الظهر، عريض على الظهر يلزمه عريض عرض الصدر، ويدل هذا عرض الصدر على سعة القلب، سعة الصدر. نعم، كما بينا عريض الصدر. فإذا هذا جمال جدا، يعني تماسك اللحم بعضه مع بعض، كذلك معتدل الخلق، معتدل القامة، عريض الصدر. إذن ما شاء الله، ماذا أقول، جمال جدا في التصور، في الخيال. تخيلوا، تخيلوا هذه الأوصاف، لو كانت هذه الهيئة وهذه الكيفية وهذا الشكل راسخا في القلب، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ضخم الكراديس، كراديس جمع كردوس كما سبق أمسي، هذا رؤوس العظام، يكون ضخم رؤوس العظام. أنور المتجرد، تجرد يعني الجزء المتجرد من جسده، نير أنور أستع، له نور. لو تجرد يعني العلو العاري عن الشعر، كذلك عن الثوب أيضا يتجرد، هذا كفاه، كذلك ساعداه، عضداه، قدماه، هكذا وجهه، هذا رأسه. نعم. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، الذي سبق، دقيق المسربة، من هنا هذا من الصدر إلى أين؟ إلى السرة، شعر يجري كالخط، كالخط دقيق.
ആരിയ സദീനെ സദിയേനി വൽ ബത്തിനി മിമ്മാ സിവാദാലിക്ക يعني ليس على الثديين ولا على البطن شعر سوى هذه المسربة. نعم. شعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر. إذن ليس على البطن والثديين لكن في أعلى الصدر يكون شعر. كذلك في المنكبين والذراعين يكون بعض الأشعار. نعم. إذن أجردان غير هذه الأشعار. فإذا أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر معناه هناك أشعر كثير غريز. نعم. لكن ليس بفاحش ما بلغ إلى حد الفحش. ثم طويل الزندين، الزندان يعني الصاعدان طويل. نعم. هذا الزندان أعظم الصاعدين. نعم. أعظم الصاعد أحدهما أدق من الآخر وأحدهما يقابل الإبهام والآخر يقابل الخنصر. هكذا يكون للصاعد عظمان. هذا طويل يعني ليس قصير، لو كان قصير يكون عيبا، لو كان القصر في الصاعد وفي عظمها يكون عيبا. نعم. راحب الراحتي. فإذن هذا يعني بيان تفصيلي لاعتدال الخلق. نعم. راحب الراحة واسع الكف. راحب يعني واسع. ثم شثن الكفين والقدمين، هذا شرحنا أمس. شثن الكفين والقدمين عظماهما يعني قوي عليم. سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف. سائل الأطراف يعني طويل. شائل كلاهما بمعنى واحد. ممتدها طويلها. الأطراف يعني اليدان والرجلان. هذا طويل يعني ليس في الأطراف، هي أطرافه صلى الله عليه وسلم صغر ولا قصر ولا نحافة. هذا ثم خمسان، خمسان الأخمسين. خمسان الأخمسين، أخمس يعني هذا الأخمس باطن القدم، هذا وسطه يتجافى عن الأرض. هذا عادة. إذن لو كان التجافي منتهيا وهو عيب، لو لم يتجافى عن الأرض فهو أيضا عيب. لذلك قال خمساني يعني يتجافى أخمصاه عن الأرض. نعم. ارتفاع باطن قدمه صلى الله عليه وسلم عن الأرض بالقدر الحسن. كذلك مسيح القدمين، مسيح القدمين معناه يعني أملس القدمين. لذلك قال إذا ينبو عنهما الماء، ينبو يعني يظهر. نعم. ينبو عنه لا يثبت الماء على قدميه، بل ينبو يعني ينحدر عليها سريعا. لماذا؟ لملاستها، يعني ليس على جلد قدميه يعني قسوة ولا سخونة، بل لين أملس. ثم إذا زال، زال قلعا. إذا زال يعني إذا مشى. كيف؟ يزال قلعا يعني يقلع، يرفع القدمين قلعا كأنه يقلعهما من الأرض، هذا بالقوة. ثم يخطو تكفيا، خطوة يعني تكفيا يعني تسارعا. فإذا يكون ما بين القدمين بعيد، مسافة بعيدة، يعني يقدم الرجل، يقدم الرجل إلى الأبعد، إلى الأبعد. هكذا يكون المشي بسرعة. يستطيع لو كان قويا في جسده. ثم يمشي هونا. أولا قال إذا زال زال قلعا، وهنا قال يمشي هونا.
هذا الأولاني رفع القدمين يكون بصورة قلعهما، ثم وضع القدمين يكون على يكون هون النعم، ثم في رفق ولين، هون معناه رفق ولين، يعني يضعه برفق ولين، يعني لا يدق به الأرض بهما، لا يدق بالقدم الأرض، بل يضعه يعني لين ورفق. ثم ذريع المشية، ذريع المشية معناه واسع الخطو خلقة لا تكلفا، ذريع المشية يعني سريع المشية، يخطو تكفيا تكفيا، إذن هذا تكفى يخطو تكفيا معناه كما سبق كأنه ينحت ينحدر من الصبب، يعني هو يتمايل إلى القدام، كذلك يكون ذريع المشية بعيد المسافة بين القدمين عند المشية، إذا مشى كأنما ينحت من صبب، نعم كأنه ينزل من منحدر، لماذا؟ لشدة سرعته. وإذا التفت التفت جميعا، شرحته وقيدته أيضا، هذا عندما يلتفت إلى الوراء، ثم خافل الطرف، الطرف العين يخفل، يعني لا ينظر لا يرتفع عينيه بالنظر، بل نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، بل يعني خافل الطرف في أغلب أحواله، جل نظره الملاحظة، هكذا يخفل ولا يرفع عينيه، بل يخفل عينيه، وكذلك جل نظره الملاحظة يعني باللحاظ بجانب العين يكون، جل يعني أكثر نظره هكذا باللحاظ يعني بجانب العين، فيه حكمة، يعني هذا امتثالا لقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، فإذا لا هو لا يمد عينيه، بل هو ينظر باللحال، نعم يسوق صحابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلفهم كخادم لهم، نعم هذا يسوق أصبعه، قاد يقود هذا المشي في الأمام، ساق يسوق المشي في الوراء، ويبدأ من لقي بالسلام، لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يبدأ بالسلام ويلقي السلام عليه، يسلم عليه مبادرة إلى الخير، فكذلك تواضعا إلى نعم. ثم حديث التاسع، وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن جعفر رضي الله عنه قال حدثنا شعبة رضي الله عنه عن سماك بن حرب رضي الله عنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، سبق معناه ضليع يعني واسع، أشداق فمه جانب فمه، يكون هذا دليلا على فصاحة الرجل، نعم كذلك حسن نطقه وجمال كلامه يكون هكذا، لو كان ضليعا، لو كان ضيق لا يكون هكذا، أشكل العين، نعم هذا شكل العين يعني شكلة العين، الشراح اختلفوا، باجوري قال أن شكلة العين يعني هو حمرة في بياض العين، يعني حمرة قليلة، شيء من الحمرة في بياض العين يكون جمال،
هكذا. لكن يعني هنا سيأتي بنفس الحديث تفسيره أشكل العين. نعم. ضليع الفم أشكل ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. منهوس العقب يعني قليل لحم العقب، ليس العقب منتفخا باللحم. نعم. قال شعبة، شعبة رضي الله عنه، قلت لسماك، لسماك بن حرب الذي يروي هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، سأله ما ضليع الفم، يعني هو سأل عن تفسيره ومراده. قال عليم الفم، فم ضليع الفم يعني عليم الفم يعني واسع الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال أشكل العين. ما معناه؟ قال طويل شق العين. نعم، طويل شق العين يعني من الجانب، يكون يعني هذا شق طويل، فإذا يكون جمال مثل عين اللبي. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. وبه قال حدثنا هناد بن السري رضي الله عنه قال حدثنا عبسر بن القاسم رضي الله عنه أن أشعث رضي الله عنه يعني ابن سوار عن أبي إسحاق رضي الله عنه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإحيان عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي أحسن من القمر. نعم. جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإحيان، الإحيان معناه مقمرة مضيئة لا غيم فيها، هكذا ليلة مقمرة مضيئة لا غيم فيها ولا صحابة، هكذا في ليلة رأيته صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. إذن هذه الحلة أيضا تظهر في ضياء هذه الليلة، هذا الذي قال وعليه حلة حمراء، الحمرة ظاهرة، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر. إذن أنا قارنت بين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نور القمر، فله عندي أحسن من القمر، ويؤكد أن نور وجهه صلى الله عليه وسلم أو نوره صلى الله عليه وسلم أحسن وأجمل وأعظم من نور القمر. وهكذا ينبغي، وكيف لا يكون هكذا لولاه ما قال الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي لولاه ما خلقت الأفلاك. نعم. فإذا هذا القمر والشمس كل شيء خلق لأجله، فهي الليلة. نعم، الليلة. ثم وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع رضي الله عنه قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي رضي الله عنه زهير رضي الله عنه أبي إسحاق رضي الله عنه قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. مثل السيف يعني مثل ضوء السيف، السيف يتلألأ. فإذا هكذا سأل هل كان يتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل تلألؤ السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. نعم. نعم، هذا في التشبيه بمثل القمر، هناك التدبير أيضا، النور أيضا. نعم. فإذا أراد مثل السيف في اللمعان والسقال، فقال بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدبير واللمعان، لمعان فوق لمعان السيف. نعم. ثم حديث وبه قال حدثنا أبو داود المصاحفي رضي الله عنه سليمان بن السلم قال حدثنا النضر بن شميل رضي الله عنه صالح بن
அபில் அஹ்லர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இப்னு ஷிஹாபின் ரலியல்லாஹு அன்ஹு நபி ஸலமத்த ரலியல்லாஹு அன்ஹு அபி ஹுரைரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيلا كأنما صيغ من فضة رجل الشعر أبو هريرة رضي الله عنه وصفه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيل كأنما صيغ من الفضة يعني هذا يتلألأ بياضه كتلألؤ الفضة إذن هكذا كل يشبه بما يظهر في شعوره وخياله من المشابهة فإذا رجل يظهر في خياله مشابهته صلى الله عليه وسلم بالقمر أو بالفضة أو بالسيف هكذا مرة بعض قال شبه بالشمس هكذا أيضا إذا ليس تعارض بين هذه هذا حسب إدراك كل أحد صفته صلى الله عليه وسلم نعم راجل الشعر هذا أولا صفة نوره ثم ثانيا صفة شعره راجل الشعر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال أخبرنا الليث بن سعيد رضي الله عنه أن أبي الزبير رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنو أتى ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود رضي الله عنه ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته رضي الله عنه عرض علي الأنبياء هذا يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأنبياء في المنام بمكة المكرمة نعم فإذا موسى يعني هذا العرض ليس لقاؤهم يوم المعراج بل هذا آخر نعم فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال يعني نوع من الرجال هنا الرجال ليس جمع رجل بل هذا رجال يعني الخفيف اللحم الممشوق المستدق هذا معنى كلمة الرجال الرجل الخفيف اللحم الممشوق المستدق فيه دقة كذلك مشق هكذا فإذا ليس رجلا مندفخا بسبب كثرة اللحم بل يعني قامته معتدلة جميلة هذا طول كذلك يعني هذا يعني ثخن الجسد وكذلك اعتدال الأعضاء تناسب بين الأعضاء تماسك بين اللحم مع اللحم هكذا كل شيء نعم عندما يكون الاندفاخ جمالا يكون اندفاخ عندما يكون يعني عدم الاندفاخ جمالا فكذلك عندما يكون عظم شيء جمال فيعظم وصغر شيء جمال فصغر هكذا كل شيء ثم فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة شنوءة يعني قبيلة من اليمن نعم ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود رضي الله عنه عروة بن مسعود ليس أخ عبد الله بن مسعود بل هذا آخر عروة بن مسعود نعم شبها هو أقربه ثم ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه إذن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه أبي إبراهيم عليه السلام بينهما شبه هذا ثبت وذاك جد فالشبه يعني طبيعة نعم هكذا ثم ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية رضي الله عنه غالبا يأتي
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة دحية الكلب رضي الله عنه. لماذا هذا؟ دحية الكلب الصحابي المشهور الذي كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الأوقات على صفته، هكذا ذكر ابن حجر الهيثمي رحمه الله في حاشيته أشرف الوسائل، ثم ذكر علة لمجيئه على صفة دحية الكلب لأنه كان على غاية من الجمال. هذا دحية الكلب كان على غاية من الجمال، بحيث إنه كان إذا دخل بلدا يبرز لرؤيته حتى العواتق من خدورهن. الله أكبر. لو دخل دحية الكلب بلدا يبرز لرؤيته، من يبرز؟ العواتق، العاتقات. العواتق من أين يخرجن؟ من خدورهن. النساء ذوات الخدور يخرجن من خدورهن لرؤيته والنظر إليه، هكذا. نعم، هكذا كان جميلا جدا، وهذا سر مجيئه في سورة دحية الكلب، هذا سر. وهناك حكمة لماذا يأتي نعم سورة هذا الصحابي الذي هو في غاية الجمال؟ هناك حكمة. نعم، وكان جبريل يأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم غالبا على صورته، لأن عادة العرب قبل الإسلام إذا أرسلوا رسولا إلى ملك لا يرسلونه إلا مثل دحية في الجمال والفصاحة. العرب حينما يرسلون رسولا إلى ملك، من يرسلونه؟ يرسلون رجلا مثل دحية الكلب في الجمال والفصاحة. لماذا؟ فإنه كان بارعا في الجمال بحيث تضرب به الأمثال. لماذا يرسلون مثل دحية في الجمال والفصاحة؟ لأن تكون الرسالة مقبولة عند المرسل إليه. لو كان الرسول هكذا جميلا فصيحا تكون الرسالة مقبولة عند المرسل إليه، هكذا حكمة. نعم، وهنا لا شك أنه صلى الله عليه وسلم أعلم من الملوك، هو أعلم من الملوك، فكان يأتيه في غالب أحيانه بصورته، يعني جريا على عادة العرب. نعم، فإذن الله سبحانه وتعالى اعتبر هذه العادة لأنها عادة حسنة جيدة. نعم، هكذا هذا سر مجيئه. نعم، على سورة دحية الكلب رضي الله عنه. ثم وبه قال حدثنا سليمان بن وكيع رضي الله عنه ومحمد بن بشار رضي الله عنه، المعنى واحد، يعني معنى الحديثين واحد. قال أخبرنا يزيد بن هارون رضي الله عنه عن سعيد الجريري رضي الله عنه قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، فقلت صف لي، قال كأن أبيض مليحا مقصدا. هذا سعيد الجريري رضي الله عنه يقول سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. هذا صحابي أبو الطفيل آخر من مات من الصحابة، هو الذي توفي من الصحابة أخيرا، فإذا في آخر عمره كان هو وحيدا على سطح الأرض من الصحابة. إذن هو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ ليس هذا تزكية لنفسه ولا فخرا، بل كان ترغيبا للسؤال عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم،
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول هكذا كل يسأل كيف صف لي رسول الله، صف لي رسول الله، فإذا هو بهذا الوصف يتلذذ يتلذذ يتمتع. نعم. قلت عندئذ هذا سعيد الجريري هو قال له لأبي الطفيل رضي الله عنه صفه لي، قال كان أبي الله مليحا يعني جميلا مقصدا، مقصد يعني كان في جميع خلقته القصد والاعتدال، القصد والاعتدال، نعم معتدل الخلق، إذن لا ينسب إلى الطول، لا ينسب إلى القصر، كما لا ينسب إلى اللخامة وإلى ولا إلى النحافة، هكذا في سائر أوصافه كان مقصدا. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي رضي الله عنه قال أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري رضي الله عنه قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم رضي الله عنه ابن أخي موسى بن عقبة رضي الله عنه عن موسى بن عقبة رضي الله عنه عن كريب رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. أفلج الثنيتين، أفلج يعني الانفراج من الفلج، الفلج هو الانفراج بين الثنايا يعني ثنايا الأسنان، الأسنان يعني الثنايا الأسنان الأربعة الأمامية يكون بينها شيء من الانفراج، انفراج يعني ليس انفراج يعني واسع، بل هذا عبارة عن عدم يعني اجتماع أسنانه والتصاق بعضها بعضا جدا، بل يعني كأنه انفراج. ثم بعد ذلك إذا تكلم، عندما يتكلم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كالنور يخرج من بين ثناياه، إذن كأنه نور يخرج من بين ثناياه، هذا كلام شبه كلامه بالنور يخرج من بين ثناياه. هكذا كل شيء من خلقه صلى الله عليه وسلم نور، اعتدال، قصد، جمال، ملوحة، كل شيء هكذا. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا النبي الكريم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. ثم الباب الثاني، باب ما جاء في خاتم النبوة، وسنقرأ فيما بعد إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.